خدي برجلك اليمين يا عروسه، نورتي بيتك يا اجمل وارق نعناع في الدنيا. البيت منور بصحاب. بص يا حلوه، انا مش عاوزك تتكسفي هنا من اي حد. هو برضو في عروسه بتتكسف من بيتها، وما دام ما لقيناش حد يزغرط لنا نزغرط لنفسنا. تسلم بقك يا قمر، او كده زغراتي وهياصي واعملي كل اللي نفسك فيه. يا ساتر، ده فال وحش، يا ريتني ما شفتها الليله دي. ومن الغوله جت؟ ما تقلقش، ان شاء الله قطع رجليها من البيت ده هيكون على ايدينا. جهزتي العشاء يا بت وحطيتيه في اوضتنا زي ما وصيتك؟ ايوه. ونتعشى في اوضتنا ليه يا مرشدي؟ ما السفره اهي بسم الله ما شاء الله شرحه وبرحه وتفتح النفس. هات لنا العشاء هنا. ما تيلا يا بنت اسمعي كلام ستك، انصرفي. يلا بقى يا حبيبي نغير هدومنا على البت الشغاله دي ما تجهز العشاء. حكي ما انا احب اخد راحتي في بيتي. خدي راحتك زي ما انت عايزه. بقول لك في الاوضه. يو تعالي يا طوحه، بلاش تعور، احنا مش ناقصين مشاكل مع ابوكي. سيبني سيبني اقدم البنت دي واطردها من هنا. يبقى احنا اللي هنطرد. معقوله بقى بنت كانت بتشتغل عندنا في المصنع تبقى مرات ابويا وتقدر على امي؟ ده لا كان ولا هيكون. معلش سيبيه يفرح له بيها يومين وبعد كده مش هتغلبي معاها. قصدك ايه؟ احنا الاثنين مصلحتنا واحده، وانا مش هفرح لما اسمها نعناعه دي تجيب لابوك عيل او اتنين يشاركوك انت واخوك في الورث. علشان كده بلاش نصطدم بيها من اولها، خلينا نخطط ونتكتك لها ازاي نطلقها من ابوكي قبل ما تجيب منه العيل. علشان كده عايزك تهدي وتعقلي وتعدي الليله دي على خير. قعدنا هنا هيخلينا نعمل حاجات كتير، لكن لو ابوكي طردنا بقى هنبقى بعيد ومش هنعرف نعمل حاجه. عندك حق في دي، انا حاسه ان السبب في كل اللي بيحصل، بس الغلطه دي لازم تتصلح باي ثمن. مش مهم مين اللي غلط ومش مهم مين السبب، المهم ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض علشان نصلح الغلطه اللي انت بتقولي عليها دي وبقلل خسائر يا قلبي. انا حطيت لهم الاكل وهم اتعشوا ودخلوا اوضتهم. ان شاء الله ربنا هينصرك عليها وتنكشح من البيت، الهي ما يطلع عليها صبح. اجيب لك لقمه تاكليها يا ست خيريه؟ بنتي يا حبه عيني بقالك كام يوم مفيش لقمه نزلت جوفك. طب عاوزه حاجه مني؟ تصبح على خير يا ست خيريه. الفراخ دي يا نعناع، البنت هتموت فيني. سيبني سيبني اقطع لحمها نساير نساير.
قال ايه؟ ما حللهاش الترفيض الا النهارده في ليله صباحياتها. طب كفايه كفايه نعناع، ما تفرجيش علينا الناس. ده انا هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليها ويقولوا الكيلو بكام. طب ايه اهدى عشان خاطر. لا الكل هنا لازم يعرف انا مين. انا واخدي بار وعرفتي بالارض ولا التعبانه مش عايزين. استحملي يا قلبي، سيبيها تاخد لها يومين. طب ايه دي بس يا نعناع، دي بنت غلبانه لا بتهش ولا بتنش وما تعرفش اي حاجه. اللي ما تعرفوش انا اعلمه لها. امال انا قاعده في البيت ده ليه؟ انت بنت زفت يا سنيه من هنا ورايح تسمع كلام ستك نعناع اللي تقولك هنعمل ايه؟ اوعز عليها بكلمه بعدين اخرب بيتك واطردك. حاضر يا سمور الشهادي. حاضر قومي يا بنت، يلا قومي حضري في دار غوري. حاضر تعالي هنا بنت، تعال اقفي هنا. قولي لي حاضر يا ستي نعناع. حاضر يا ستي نعناع. يلا غوري غوره تاخدك. صنفي خاف ما يختشيش. يلا يا روحي على الاوضه. خلاص انا دماغي ايه. يلا يلا. انا هغير هدومي وانزل شغلي. اوعى يا قلبي اللي ما تتسمى دي تستفزك وجوري شكلك علشان تتخانق معاكي وتطلعي غلطانه قدام ابوكي. تعالي يلا ادخلي هنا. يلا طرقينا. صباحيا مباركه يا عريس. قلت اجيب لك الفطار هنا زي بتوع السيما. يسلم ايديك يا عروسه. يا ده الواحد جسمه مدغدغ. سلامتك يا حبيبي. ما انت بتشقى وبتتعب ومش راحم نفسك في الشغل. خد لك بس انت كده يومين اجازه وشوف شوف صحتك هتبقى عامله ازاي. هتبقى زي البوم. يلا 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 همي يا جمال. الله طعمها حلوة قوي. تريد السكر؟ لا سكر ايه، دي شاهد عسل ابيض حلاوته اصعب. هو انت لسه شفت عسل؟ ده العسل كله هتشوفه على ايديا. كنت عايز اسألك سؤال كده يا شوشو. شوشو؟ انا حلوة شوشو. أنا عمري ما حد دلعني في حياتي. اسألي يا روح شوشو. إلا أنت ليه لما اتجوزنا جبتنا قعدتنا هنا وما خدتلناش شقة وصممت إن أنا أدخل في شقة أم العيال؟ يعني زي ما تقولي كده أنا حبيت تجمع شاملينا كلنا في بيت واحد. الله 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 يا مرشدي. إيه ده؟ أنت هتلف وتدور عليا كده من أولها؟ فاكرني يا حبيبي دق عصافير؟ عيب، ده انا حتى بالتبلد وافهمها وهي طايره. ايه دي يا بنت اللي تفهميها وهي طايره؟ انت جبتني هنا عشان اكيد العوازل وتكسر عين ام الخلول وتذلها. هو ايه اللي يكسر نفس الست ويطاطي راسها غير ان جوزها يتجوز عليها ويجيب لها درتها تقعد معاها في شقه واحده؟ يا بنتي الايه ده، انت طلعت جن مصور. وما تقلقش يا حبيبي، وحياتك عندي وغلاوتك لاكسر لك نفسها واجيب لك مناخيرها كده احطها لك في الارض. لا لا يا نعناع اوعي تعملي كده، انا مش عاوز وجع دماغ. مش عاوز وجع دماغ ليه؟ ليه؟ كل كل بس كل. اعملي معروف، خليك انت في حالك وام العيال في حالها. كفايه مشاكل، كفايه اللي انت عملتيه مع بيت السنيه. ما هو على راي المثل اضرب المربوط يخاف السايب. وعلى العموم براحتك يا اخويا، يعني لو كنت عايزني ما اعملش كده ما اعملش كده. يبقى انا بقى كل اللي عليا اجيب لك العيل اللي انت عايزه. واربيه لك بالطريقه اللي انت عايزها عشان يرفع راسك كده مش يكسرها ويوكسها زي ابنك وبنتك.